Zone Mixte. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم الحكم السابق محمد أمين بن ناصر. كنا نحكيوا على مقابلة الإسبرانس ويتوال سنة 2016. أمين قلت لك المقابلة ذي وقفت مسالك التحكمية، قلت لي لا، شنو صار بعد المقابلة أمين؟ عديت على لجنة المتابعة مرتين، عيطولي مشيت لجنة المتابعة، كما قلت أنت عملوا لي فولي بيرسوناليتي فولي تكنيك كيف ما حكيت معك انت، قلت لهم راني جيت في نهار ما هوش ان جور فهم شيء، زيرو كونيكسيون، ما عندي حد شيء، كل شيء الونفير خدمته. انت تعاقبت بعد خرجت فما صور، معناتها فما دوره هي نتاع مجموعه شركات، معناها كان معناها المالك نتاع الشركات هذه هو وقتها رئيس شرفي في النادي الرياضي الصفاقسي ولا حاجه كيك سميو مساج بس سميو كي صحيت. واحنا الدوره هذه كنا انا وشكروا خمسه حكام اخرين، كنا انا وخمسه حكام اخرين، معناتها بدينا فيها عندنا شهر التالي كل ويكاند نمشي ونسافروا معناتها هي منظمتها، فما شركه خاصه نتاع ديزيفينمون تنظم كل شيء، حبوا يكونوا معناتها حكام من ناسيونال أ. مشينا نظفروا في الدورة هذيك فما حد شيء، حتى كش نهار الاختتام وقتها هو معناتها الماتش نتاع ليتوال لسبيرونس نحن لعبناه لو 25 ماي. يجي وسط أسبوع، ناشي أربعة يا خميس مش متأكد. الاختتام نتاعها جاي بالأحد بعد الماتش معناها. خرجوا تصاور هذمك وتأولوا ولات الحكاية وعاودوا عيطوا لي لجنة المتابعة. معناها وليت قصة طويلة ورواية أمبو عرفت ندافع على روحي. اش قلت؟ قلت له كان فما حاجة نحب نحكيها نحكيها مع رئيس الجامعة. الكلام اللي نحب أنا نسمعه رئيس الجامعة نسمحه له اللي هو ديريكتومون. وقتها حضر فيها سي توفيق العجانكي. قابلته؟ رئيس الجامعة؟ لا لا. شنو حبيت تقول؟ كي نقابله تو نقول له تو. كي نقابلو تنقول اي تو سيد عديت الحكايه اي سي مشيت على روحك اي شنو حبيت تو نحن قاعدين نبربشو في التاريخ اي شنو حبيت تقول شنو حبيت نقول وقت علاش طلبت رئيس الجامعه بالذات معناها هي خاطر فما امور معناتها خرجت على الواحد ولات كي التشفي واحد برشا حاجات ولات تاويلات و حديث فير ورا خويا حديث فير تتحفظ على الحاجه اللي حبيت تقولها اي نتحفظ خليها لينا واحد ما تقادش كانت تقال عواقب خاوي وخيمة قال الرجل بي السيزون اللي بعدها ما رجعتش تزفر هكا ليه؟ لا رجعت في نوفمبر وانا مش قلت الحكايه نتاع القلب وقت ايش بالضبط؟ باهي رجعت في نوفمبر عملت 8 تراح اخر طرح عملت جرجيس والملعب الجيبسي جورني الاخر بعد رجعنا معناتها في الصيف عملت بريباراسيون وكل شيء مشيت عديت تيست فيفا لاباس وكل شيء ومشيت عملت ماتش اميكال في حمام بورقيبه في حمام بورقيبه كان بعد بدات الشامبيونا قعدت استنى جورني الاولى الثانيه الثالثه الرابعه بدات وقتها عيد كبير هزيت تليفون نعيد على جمال بركات في سياق الحديث قال لي راهو عندك مشكله صحيه مع رئيس الجامعه قال عندك مشكله صحيه هذا علاش مراه ماناش باش نعينوك قلت له شنو الاشكال قال لي رئيس الجامعة يعرف بون كلمت شكون باش خذا لي اودينس مع رئيس الجامعة مشيت قابلته بون قابلني هو مزروب وقتها معناتها من با دقيقة هزيت معايا الوراق نتاع الدوسي ميديكال نتاعي كل شيء هزيته ومشيت قال لي بون ما عنديش وقت تو باش نقرا الدوسي نتاعي كل شيء ودرا شنو قال لي برا امشي سونتر ميديكو سبورتيف هما اللي موقفينك مشيت للسونتر ميديكو سبورتيف قالوا لي راك ماكش ابت قلت لهم اعطيوني سيرتيفيكا اللي انا مانيش ابت معني اعطيوني الورقه نتاع الكونتر انديكاسيون نتاع السبور لا حتى يجي درا شكون النهار الاول الثاني الثالث تعداو 15 يوم اعطيوني لا مانيش عاطينك باه الحكايه هذه هي بدات من قبل من 2015 بون لي سبورتيف الكل يعرفوا انه لو سي جي نتاع لو سي جي دروبو نتاع اي اتليت موش باش يكون كيف لو سي جي نتاع انسان عادي. معناتها تخطيط القلب موش يكون كيف نتاع انسان عادي. انا كان لو سي جي نتاعي موش عادي.
معناتها تاع انسان سبورتيف. في حاجات هما شكوا. مشيت عملت لي زيكزامان اللي قالوا لي عليهم الكل. ولهنا اونتر بارونتيز سي ياسين بن احمد اللي هو الطبيب تاع الاسبيرونس. كي شافني ماشي جاي على السونتر عاون بعثني لزميله كارديولوج يرحم والديه باش هو اللي خدم لي الدوسي كل شيء. وهو معناتها استشار ناس البرة قالوا له راه لاباس عليه نجم ينشط ما عنده حتى شيء. هزيت لهم الورقه هذيك ما قبلوهاش اللي هي من عند طبيب بريفي. ما خاطر نحن ديما توانسه ومخنا يمشي لبعيد. ايوا في الحاله هذه قلت ما فما حتى حل نمشي سبيطار ميليتير. سبيطار ميليتير ما فيهش. مشيت سبيطار ميليتير قابلت شيف سيرفيس اللي نوجه له التحيه بالمناسبه. فتاتر مانيش باش نسمي اسمه ما يسالش. اما الناس الكل تعرفوا. خدا من عندي الدوسي كل شيء وعملنا اكزامينات. علاش ما تسميهش كي معروف؟ باهي بروفيسور كولونيل ماجور حبيب حوال. باهي خدا من عندي الدوسي زاد قال لي عمل لي اكزامينات اخرين وكل شيء. اونتر تون قال لي عمل لي تيست اديان. عملنا الاكزامينات هذوما الكل. تبين اللي ما عندي شيء مره اخرى كيف كيفا معناتها اللي قلبي نجم نمارس الرياضه ونجم نمارس الرياضه في اللو نيفو. هزيت لهم الورقه هذيك معناتها سونتر ميديكو سبورتيف ما تعملت عليهم ضغط. هزيت لهم الورقه هذيك خاطر هي ولات وسيله ضغط الورقه هذيك. عينوا لجنه باش نظروا في الحاله نتاعي انا واتفقت اللجنه هذه الكل ما عادش قداش فيها من طبيب حسيلو انه انا ما عنديش حتى شيء ونجم ننشط على روحي. مالغري فما شكون كان معارض راه باش نبدا واضحين. واللي كانت معارضه ما عندها حتى علاقه بالكارديولوجي. علاش كانت معارضه؟ ما عادش خايف. خايف علي اكثر من والدي. هي مسؤوليه هذا الكومير. معناها انا من بعد كي عيطوا لبابا يقولوا له صح على ورقه اللي ولدك كان لا قدر الله تجرى له حاجه. لان احنا خارجين من المسؤوليه. معناها انت سوبون بابا مسلم فيا يمشي صح ورقه يعرفني انا مريض. هي علاش ما عرضت؟ فما اسباب اخرى؟ العدم تمكنها من الموضوع. هكاك تدخل في روحك هكاك في الفارق. ماهيش كارديولوج. علاش اتهمت ياسين بن احمد انت محمد امين؟ هاني جيتك. اونتر تون بعد ستة شهور جات تيست اديان باش يكونفيرمي انه انا المرض هذا ما عندناش ماهوش خاطر المرض اللي شاكين هو المرض اللي شاكين فيه على اساس انه وراثي في العالم. جا تيست اديان يقول انه ماهوش وراثي المرض هذا ما عندناش بلوتو معناه لاباس علي. باهي سياسين بن احمد نشيك عليه اشاك فوا يدخل يداوي في التيران. يمين باهي تشوف شنو نعملك انا اللي عاونتك. باهي يمين تشوف شنو نعملك. في الماتش هذا ولا في الماتش هذاك اي في الماتش اي شنو انت معناتها كي تربط بالسهل تربط سهله ياسر. علاش وعلاش نهار اللي قلتوا لي معناتها نهار اللي قالوا لي انا ما عادش ابت اللي هو في 2017 عندي عامين ما عديت عند حتى طبيب وقتها. عامين ما عديت حتى طبيب وما عدى علي حتى طبيب خاطر وقت السونتر ميديكو سبورتيف يسال فلوس الفيدراسيون. والى يومنا هذا الحكام تنشط ما يعدي عليهم حتى طبيب يجيبوا في دي سيرتيفيكا من البر. شنو تحب تقول؟ يعني خلي لك انت تستنتج يعني شنو نحب نقول. انا اللي انا اللي عندي باش نقول هاني قلت. اي علاش من 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 الماتش هكا؟ على ما معناتها هما ماشي في بالهم اني انا عملت الشيء هذاك في الماتش بالعاني. وانا قلت واتيت مره وتقابلت وقلت لهم راه الله غالب جيت في نهار الله غالب. ما ريت شيء ماني فاهم شيء الله غالب. يحبوها بالسيف نظريه المؤامره. حكيت معاه بعد شكون؟ هو ياسين بن احمد. ما حكيتوش جمله بلاكش بلاكش خاطي نهار اخر نهار اخر نحكيو قدام ربي بلاكش مش هو كان يعني. مش هو صلى الله يسامحني واذا كان هو ان شاء الله انا نسامحه. اذا كان ماهوش هو نقول له سامحني من تو. اذا كان هو ماهوش وراه نقول له سامحني. واذا كان هو وراه ان شاء الله يجي نهار نسامحه. بعد شنو عملت؟ شنو عملت؟ كي وقفوك على النشاط ما تعاش ما اتصلتش برئيس الجامعه ما فسرتوش وضعيه ولا حاجه بالمسؤولين عاوز ترابلس رئيس الديانه؟ لا يا سيدي تتصل بال اتصلت بسي هشام قيرات اول ما شد بعثت له معناتها الرابور هذاك بعثت له بارميل وكل شيء. هزوا رئيس الجامعه قالوا له مشكلته مع السونتر ميديكو سبورتيف. هذه الحاجه اللي لوم فيها انا رئيس الجامعه. كوميم معناتها اذا كانك انت
بالنسبه لك انت محمد امين بن ناصر يعني لك حاجه كحكم نخب كومين تقف معه، عندك اطار تبي تبارك الله من احسن ما يكون تاع المنتخب يا سيدي، حتى بالكذب هنا تنعديو عليك ونشوفوك مسكر الباب. رئيس الجامعه يمشي قال لي يمشي للسون، رئيس الجامعه قال لي جاني طبيب قال لي اليمين بن ناصر مريض بالقلب. مشيت للطبيب قلت له علاش، قلت للرئيس الجامعه مريض بالقلب، قال لي شفتك وجهك اصفر في الماتش. هي قلت له معلم، قلت له اللي داخل في الجرادان يتفرج نهارتها وجهه اصفر مفجوع. نفسه الطبيب ياسين بن احمد؟ لا مش ياسين بن احمد، هذا الطبيب اللي خرج بعد الحوار تاع المستير وحده خرج قال عندي ثلاثه دوسيات. ما عرفش كيفاش ثلاثه دوسيات منين جابوا. كيفاش تقرا انه رئيس الجامعه وقفش معاك؟ تخلى علي؟ ها كيفاش نقرا؟ علاش؟ علاش؟ لازم عملت له مشاكل. فيش؟ عملت له مشاكل مع الجمعيات الكبار. الترجي متغش علي. مش كان انت مين الترجي متغش عليهم على حساب هذا؟ حتى مراد بن حمزه الترجي متغش عليه. اللي يتغش عليه الترجي الكل يتنحى. ارجع شوف وحدك. ما نجمش نجاوبك فيها، ارجع شوف. وين عادل الصغير؟ كارير وقتها شوفيت. نجم انت تجاوبني؟ قل لي انت مثال. بعد دربي. مطاش حمراء لاشرف الزيتون. باهي انا تفكرت اكزومبل هنا. ياسين حروش الترجي تغشت عليه بعد الدربي زاد كيف اليوم كمل زفر على روحه واليوم موجود في المفدية. تحبني انها تهزني الحكايات كبار ياسر. ياسين حروش. فناه الدربي اللي هزت فيه البطولة الكلوب. وظلموها شوية الترجي عامتها. ما فهمتكش. تتذكرش تروح لطوال في سوس؟ اي. تكون زفر. كريم. سليم بالخواص. سليم بالخواص. هاي ظلمت الترجي غاديك ولا لا؟ نسيتوا الماتش الحقيقة. هاي 1-1. اي. هاي. شنو تحب تقول ما تحكيش بالغاز. اي سامحني. لا. مستقبل جيبس وتراجي في جيبس بونتو العكيش ما في عامتها زاد في نفس العام. اي شنو تحب تقول؟ نقول لك حاجه برك، وقتها مدير فني زياد التلمساني تاع تراجي. اش معناه؟ اي برك انت ما لازموش ينجح. معناها تراجي فيها زياد التلمساني تولي ما عادش تحب تنجح. علاش؟ كي يجيك زياد التلمساني يسال. باهي قلت وقتها ما تحبش تعطيني التفاصيل اكثر. من وضحك نعرف قد كي تفهم وبرشا ناس قاعده تفهم تو. برشا ناس قاعده تفهم. ما تحبش توصلني من انا ما نحبش نوصل باش نقول حاجه اللي انت تعرفها. بعد تحل لنا باب تاع مشاكل وسلم في خدمتي ونهار كامل في المحكمه يشكي بيا ونشكي بيك. باهي. في وقت من الوقت مش في وقت من الاوقات في التصريح نفسه اذاعه المستير قلت تدخل علي رئيس الجامعه خاطرك ماكش من حكام المنظومه. قلت حرفيا هكا مدلين بتاعو فما حكام وسهل استماعتهم. اي فما برشا حكام بون طول برشا قبل كانوا شوي. فما حكام معروفين يخدموا بهم. ما نقولش يخدموا بهم، يطبقوا التعليمات. مش تعليمات راهم معناتها من رئيس الجامعة راه. الموالين الرئيس الجامعة اللي دايرين بيه. من شكون؟ ناش اللي دايرين بيه. دي ان ا مثلا. كيفاش دي ان ا؟ شكون تقصد مان؟ المسؤولين تاع جمعية تعرف الديزيناسيون قبل دي ان ا. شكون تقصد اللي دايرين بيه؟ اللي دايرين بيه. شكون دايرين بيه؟ أعضاء المكتب الجامعي. لا. فما مجموعة دايرة بيه سوا ديزون تتحكم في التحكيم وفي الكورة نتاع تونس. ما لمح لنا قرب لنا حتى نحب نسميهم قرب لنا شكون معناها؟ شكون؟ والله أنا بيدي ما نعرفهمش، أما نعرف فما ناس دايرة برئيس الجامعة هي اللي تحكم. معناها تحكي على عباد ما تعرفهمش. أنا؟ شنو اللي نحكي على الشبحة؟ هكا أنت قلت أنا بيدي ما نعرفهمش. ما يصيرش أنا اتصلوا بيا مرة ورفضت. تو قلت من جهه قلت ما نعرفهمش. نعرفهم ما نسميهمش. القاسي وداني في التحكيم وفي الرياضه يعرف. اتصلوا بك اش قالوا لك؟ اي حبوا يبعثوني الماتش بن قردان ومستقبل جيبز وكروا بلاي اوف. بن قردان فريق رئيس الجامعه. اي اتصل بك مسؤول من بن قردان؟ لا مش مسؤول من بن قردان، ما يتصلش بي مسؤول من بن قردان، يعرفوني انا. يتصل بيك سوا ديزون واحد قريب للتحكيم
غزل يا اسلام في الكوره راهم اللي يكلموا الحكام عمرهم ما يكونوا مسؤولين تاع جمعيات. راه نجم يكون واحد قاعد مع المسؤول تاع الجمعيه هذيك يشيش معاه في القهوه كهو يكلمك باه طلب منك اش قالك اماني قالت لي سايبو ماهيش مسيبه لا 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 مسير قال لي جمعيه الرئيس قلت له ما نمشيش ما نمشيش قلت له الله اعلم هو الرئيس في باله ولا في بالوش وقتها راه فهمت ولا هو السيد يحب يعمل مزيع على الرئيس عندك تسجيل عندك اثباتات تامين كي يجي الوقت نقول لك عندي ولا ما عنديش إيه ما عادش مستوى الوقت ايه تو رئيس الجامعه يزيه اللي فيه خلي تهدى الامور ثم بعد نقول لك اكيد تهدى الامور تعاود تحير انت من جديد مو باش ناخذ حقي يبالكش كما قلت انت ما في بالوش لا لا في باله يعرف وصلوا له لا لا ما في بالوش بالسيد اللي كلمك معناها لا لا يعرف طيب اللي في باله بيه مين عايش فما حدا حد شكون قالك اللي عندي تسجيلات انت سالتك ما سؤال بيري هاي بيه ايوا وقتاش نسمعوهم وقتاش نسمعوهم التسجيلات حتى يزيدوا يقلقوني شوي قاعدين يقلقوا فيك هاي فما شوي قلق كيفاش من نوع من ما نوع يا خيخ تو انت البارح هبطت لافيش ولا بداو التليفونات ايوا انت عليه ودي كون فرو وجه الحياة يا عملت عملت ما عملتش يتوى تذكرت أمين بن ناصر تو تذكرت أمين بن ناصر باش نبعثوا لك كونتر فيزيت مدام عياشي وباش نعديو عليك وترجع تنشط معانا ليه يا خويا ما عادش حاب نشط معانا البارح بعد معاها بطل لا هذه وانا جاي وانا جاي تو ليه يا خويا جاوك غرائط باش ترجع معنا ليه يا خويا ما عادش حاب نرجع معاكم وكورتكم ما تهمنيش من شكون؟ مش كون تو شنو واجيه؟ ما هو مهم رئيس الجامعة تاع كرة اليد اسمي اسلام مش واجيه تقول انت سيتان ابسيس ريفيلاتور انا اسمي اسلام لا لا فماش منها فماش منها شنو فماش منها؟ اللي تخمم فيهم فماش منها اي خاطر قلت لي اسلام مش واجيه بعثوا لي كلموني قالوا لي راهو باش نبعثوا لك معناه كونتر فيزيت مدام عياشي كان انت لاباس لازم تقول شكون؟ ما في شيء الحكاية بعثوا لي مع زميل مع زميل اي من إدارة التحكيم قالك راهو ساعه وياسر قلت له انا يا زميل يرحم والديك اذا كان هو حاجته بيا شبيه متكبر يكلمني انا ديريكتومون الحديث هذا ما يجيش بالواسطات كلمني مرحبا بيك وثاني حاجه انا راهو ما عادش عاجتي بيه الاربيتراج نتاعكم داكورد راهو صفحه وتوينه وبالنسبه لي انا ريت اليوم اخر حلقه فيها باش نحكي على الاربيتراج حتى في حياتي الخاصة ما عادش نحكي عليه. تخممش مافيولا ولا حاجة. ليه؟ أمين عايش حد ما يتكلم هو في وسط المنظومة كي يخرج يولي يتكلم وقت. إيش كلمتك أنا؟ إيش قلت لك؟ إيش قلت لك؟ سبيت شكون أنا؟ قلت لك راهو فما شكون بيه وعليه وكذا. قلت لي قاعد كلموني وعملوا لي وعيطوا لي. جيت سألتني وأنا ننشط. أنت جيت سألتني وأنا ننشط. جا شكون سألني وأنا ننشط. ما تستناش حتى يسألوك معناتها تصير ممارسات كيما هذي تو وسائل التواصل الاجتماعي غادي توصل للناس الكل. باه ميسيرش وقتها واحد يقول واحد يصبر نفس طبعك انا يصبر كاريرو مازالت قدامه تتصلح الامور تدري شنو يخاف على كاريرو يعني تو سي بون تو تاغاني ريانا بيرتر ما تخمم معناها بالطريقه هذه معناها هي تخمم بالطبيعه خاطر تو سامحني انت كاريرك في الراديو هذه تنجم تلعب بها ماك تغزر القدام كي تي ممارسات نتاع رشوه وحكايات كما هذه برجع ليه ما عندكمش رشوه ف ايام انتم ما عندكم قلت نحن ما عندناش رشوه وفريق رئيس الجامعه شنو معناها؟ معناها استعطاف تقرب شوي ما فماش رشوة في الاربيتراج فماش رشوة؟ والله لا فما رشوة كيفاش فماش رشوة؟ والله لا فما رشوة يا رؤساء الجمعية كلها تغفق ما عندهاش فلوس فما ما كيفاش باش يعطيو رشوة؟ فما محابات عاوزك عاوز طرابلس يكلمك بعد تصريح نتاعك في اذاعة مونستير لمح لك انك محسوب على ابو شماوي انك مدفوع من الاطراف هذم اي بون سالني سؤال قال لي شبيك توا تكلمت قلت له انت شبيك توا طلبتني بعد 4 سنين علاش طالبني توا انت معناها يبدا 4 سنين التالي في بالك بيا سيدي سوبوزون اللي انا مريض بالقلب مو ابسط الايمان عاشنا مع بعضنا 14 سنه تهز التليفون شنو احوالك تحسنتي حالتك هكا معمول به شنو طلبتني باش تدافع على رئيسك هذه لا نعرف لا بوشماوي لا حتى حد ما نعرف حتى حد السيد جات معناتها بالزهر نعرفوا انا ميون كوما قال لي تقبل تتكلم قلت تفضل نتكلم وتو سامبلومون خاطر اول واحد سالني علاش الطبيب اللي كنت تسمي فيه قال لك تونس بكلها رشوه
لا مش هذاك، واحد من الكوميتي كي مشيت له. كوميتي شنو؟ ما قلت لك عملوا ستاف ميديكال هما. واحد من الطب هذا في السونتر ميديكو سبورتيف، هو كان في السونتر ميديكو سبورتيف. مشيت له هزيت له الدوسي كل شيء. بون هما من الاول ما عطيتوش اسمي كل شيء، شافوا الدوسي قال لي انا نعرف الدوسي هذا. بعد لوش على الاسم لقاه قال لي استاذ الدوسي هذا اون لاستافي اون 2015 وتفاهمنا وما عندك حتى شيء. قلت له قالوا لي توا ما عنديش، معناتها ما عادش نجم ننشط راني مريض. هز تليفون كلم واحده في السونتر ميديكو سبورتيف، قعد يحكي معاها كل شيء. بعد سكر الدوسي مدولي قال لي ولدي مالوريزمون السبوري كورومبي في تونس. ما سالتوش معناها والله حبيت نتصل بيه الايامات الاخرى، قلت له تنجم تشهد بيه الكلام اللي قلته. قال لي اختاني من المشاكل. اي واش قال لك؟ قال لي السبوري كورومبي. اي منين الرشوه معناها؟ ما وضح ليش. قال لي كلمتين، قال لي مالوريزمون في تونس السبور اي كورومبي. مد لي الدوسي نتاعي قال لي بنروح برا شوف حاجه اخرى عملها. تعرفت قبل محمد امين المحاولات نتاع استماله في المقابلات، حبوا يبعثوك في مهمات خاصه بربح فلان، وبخلاف الماتش اللي سميته بين بن قردان ومستقبل جابس. نيرين شو اغزل لي باش ما نظلموش بن قردان وما نظلموش مستقبل جابس. راهو جمعيه، راهو كي نحكيوا هكاك رانا نحيوا الميريت نتاع الملاعبيه والميريت نتاع المسؤولين اللي نهار كامل تجري وتجري. راهو فما ناس معناتها يجي يوهمك يقول لك يا اسلام راني نعرف امين بن ناصر تركح لك امورك. داكوردو، والانسان بطبعه ضعيف يصدق اللي هو يعرف امين بن ناصر. يمشي معاه، يولي يهز التليفون السيد هذاك يكلمني، يبدا بحذا يكلمني يا امين بن ناصر. انا الغالب نهز تليفوني على الناس الكل ما يقلقنيش، ثاني تليفون نفس التليفون تاع الخدمه هو بيدو اللي انت عندي نمره واحد. يا امين بن ناصر كذا بحذا يا فلان وكذا برسمك استحفظ عليه وكذا وكذا. نقول له ديما تهنى، نقول له انا نعطيه كان حقه يا اخو، حقه اكثر من حقه ليه واقل من حقه ليه. فما مقابله بين زوز فرق في الجنوب نسيتش خلينا نسميهم يعني. سمي جرجيس وجابس. شبيه حسيت في وقت من الاوقات كان فما تلاعب بالنتيجه حبيت توقف الماتش. مش تلاعب، هي مقابله نتاع اخر سيزون. وجوارات ما عينهاش معناها ماشي يلعبوا في اللعب النيجاتيف، معناها كره بالعرض واعطيني باس ونعطيك باس. ماش حسيت روحي انا كانسان عامل 500 كيلومتر ماشي لغاديك مخلي داري وكل شيء، كومي ماشي باش نجي نحضر على ماتش كيف هذاك. وقت الماتش هذاك معايا فيه كوميسير سي عبد العزيز الحمرون اللي نوجه له التحيه بالمناسبه. وانا داخل للماتش قال لي راهو انسبكسيون، معناتها زادني موتيفاسيون. قلت باش نعمل ماتش باهي كومام، واحد يلزمو يجري يوري روحو. لقيت روحي واقف ندور في السونتر. خم ما وقفتوش؟ ها لا 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 لا، عيطت عملت رابيل اللورد، عيطت لي دو كابيتان قلت لهم خويا تلعبوا يا خلينا نوقفوا. ما عادش عندي برشا وقت، نكمل مع اخر روبريك صغيره لوكويز. لوكويز مجموعه من الاسئله، مين جاوبني في كلمه وما غير برشا تخمام. شكون تعتبر اليوم احسن حكم تونسي؟ يوسف السراري. احسن حكم في تاريخ تونس؟ يوسف السراري، خاطر هذاك اللي خلط عليه. حكم تشوف عنده مستقبل باهي؟ واعد، شاب واعد. طول ما ما نشوفش. شكون اكثر لاعب كان يناقش؟ شكون اكثر لاعب كان يناقش؟ عمار جمل. لاعب كلم برشا ما يناقش. يسلم ويبي. مساعد كنت تحب تخدم معاه؟ برشا. فاميلي واحد. امين بارك الله بالحسن النجار برشا. سي بون، مساعد ما تحب نوجه له تحيه زوز، مساعد ما تحبش تخدم معاه؟ ما فماش. اما بعد ماتش اللي طول والاسبيرونس طارق جلاسي. اقرب لاعب ليك؟ علي بن ناصر. خوك بالطبيعه؟ بخلاف ما عنديش ملاعبيه صحابي. اقرب حكم ليك؟ برشا. اقرب اي سميني واحد قريب. لا ما فهمش يتغش. اقرب مسؤول ليك؟ مسؤول فيش في التحكيم. الله يرحمه توفيق الوسلاتي. الله يرحمه. وفي النوادي؟ مسؤول في النوادي. اي قبل سي جلال تقاي رئيس جمعيه ريان. جمعيه ما تحبش تشد لها ماتشات؟ ما تحبش جمعيه ما نحبش نشد لها ماتشات. فماش ما تصورش. فماش جمعيه تحب تشد لها ماتشات؟ جمعيات الكل وخاصه الكبار. ماتش ما تنساش يقعد في بالك؟ نفاجئك. الرالوي وجريد التوزر. علاش؟ هذاك ماتش عديتو اكزامان تاع بريمير سي دوزيام سيري تو كيكو دوزيام سيري. علاش قعدت في بالك؟ احسن بيرفورمانس عملت. احسن ماتش شديتو هذا هذاك؟
هي احسن ماتش. اصعب ماتش ما فهميش ماتش صعيب اخي ماتش نساش نزعلك اصعب ماتش صعيب جبنيانة ورديف علاش بلاش ام احتجزونا في التيران هذيك زفرنا بلاش ام اخي ماتش ترجي والنجم الرياضي الساحلي فريق ظلمته ظلمت روحي فريق ظلمته عن حسن النية معناها ايه عن حسن النية يا سيدي برا شو كي انا قلت لك اخي بماتش ظلمت زوج جمعيات في الماتش هذاك ظلمت زوج جمعيات ظلمت وظلمت روحي وظلمت العباد اللي جات تتفرج غلطة ندمت عليها غلطة ندمت عليها نورمالمون لا اقوى جمهور في تونس كي تدخل الاستاد الكلوب فريقك المفضل باهي خلينا نوضح النقطة هذه انا ولد جمعية ريان وما نجمش نقول نحب جمعية ريان كهو اما راني كلوبيست تحب الكلوب زفرت الكلوب زفرت خسرت معاي مع شكون ليطوال زاد العام قبل بغداد بونجيح ثنائي كانت هذه لوكويز لوكويز في كلمة اخر سؤال امي ما نجمش تكون عطها اليوم تصفي في حساباتك عندك مشاكل مع شكون جاي تصفي فيها معناها ما عندكش بروف على الكلام اللي كنت تقول فيه باهي اغزل البروف موجودين باهي مش نصفي في حساباتي خطر لا نحب نرجع للتحكيم سيدي انا نمشي من بعيد شنو مصلحتي انا كان باش نعمل مشاكل مثلا مع رئيس الجامعه وبرا هاو تنحى رئيس الجامعه شنو باش يتبدل بالنسبه لي شنو باش يتبدل ما يتبدل شيء الكوره تاع تونس ما عادش تهمني واضح صفحه وتوينها شكرا لك يعطيك الصحه حميم بن ناصر بعد شويه نستقبلوا مروان تيج اكسبريس